هذا الحديث حديث أبي داود الذي أشار إليه في السؤال حديث كان لي رأي فيه سابقا قديما، وهو أنه حديث معلول، وكنت أرى نكارته والقول برده، يعني انبنى على ذلك الكلام على مسألة نقد متنه. ثم بعد مدة بحثت هذا الحديث ونظرت فيه وجمعت فيه الطرق وغير ذلك، وتبين لي أنه صحيح، أنه حديث صحيح في ذلك، وأن إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي جاءت في الحديث وذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليست هي من باب التشبيه، إنما هي من باب تأكيد الصفة، صفة السمع والبصر بالفعل، فهي مؤكدة بالقول والفعل. هذا الذي يعني خلصت إليه وترجح لدي الصحة، وهذا توجيهه، وعليه فالقول الأول قول يعني عن التعليل أو الرد قول مرجوع عنه. وبالنسبة لكتاب التوحيد، فمن أفضل طبعاته الطبعة التي حققها أخونا أسامة بن عطاي العتيبي، هذه من أفضل طبعاته. هناك بعض الطبعات جيدة، ولكن هذه الطبعة اعتمد فيها على ما سبق، وعنده أيضا مخطوطات يقول كما أشار في بداية تحقيق الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استمعت لصوتية للدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري يتحدث فيها عما وقع فيه من خطأ شنيع في وصفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره بأصبعه، فزعم أنه من باب تغير الاجتهاد، أنه كان من قبل يرى نكارته، ثم لما درس طرق الحديث وجده صحيحا، ثم أخذ يستطرد بلقاء بالشيخ بن باز رحمه الله 1407، وكلام حول تغير الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، وأن هذا معروف عند أهل الحديث، وأخذ يخرج عن الموضوع. والجواب عن كلامه من وجوه: الوجه الأول أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح لذاته، وأنني لا أعلم أحدا ضعفه ولا أنكره من أهل الحديث، فتضعيف البخاري له هو تعجل ظاهر وكلام بدون وعي لما قال إنه باطل وإنه منكر ونحو ذلك، فهذه كانت زلة ظاهرة من عبد الله البخاري، كان الواجب عليه أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، تعجلت، وأنا لما راجعت سند الحديث ومتنه تبين لي أني كنت واهما غالطا، تنتهي القضية من الناحية الحديثية، ثم يعلن توبته أيضا من الناحية العقدية، تنتهي القضية. لكن هذه الطريقة في اللف والدوران، وطريقة أنني درست، هذا الوجه الثاني، أن الحديث صحيح لذاته ولا وجه لإنكاره أصلا. فما هو اجتهاد الدكتور عبد الله البخاري الذي جعله يقول إنه منكر؟ ما هو المدخل الإسنادي لهذا الحديث حتى نعرف هل بنى هذه الأوهام على منهج من الليباري أم منهج سلفي، حتى نريد إذا كان تضعيفه من باب أنه يسلك منهجا مخالفا لأهل الحديث أن يعلن تراجعه عن هذا المسلك أيضا الذي بنى عليه تضعيف الحديث سابقا فيما يزعم. فهذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث كلامه حول اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف، هذا حق وموجود، لكن لا يؤتى إلى حديث صحيح بالاتفاق
أو لا يوجد أحد ضعفه مع ظهور صحة سنده ثم يقول إنه موضع اجتهاد؟ ليس موضع اجتهاد إلا حيث توجد أسباب الاجتهاد، فما كان فيه حظ من النظر يكون فيه اجتهاد، أما الصريح في الحق يبطله ثم يقول اجتهاد، هذا فتح باب لأهل الأهواء لرد الأحاديث الصحيحة بعقولهم ثم يقول اجتهاد. لا، ليس هذا موطن اجتهاد، هذا الحديث ليس موطن اجتهاد في تصحيحه. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن هناك أحاديث صحيحة عديدة في الباب، منها تلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، حديث عند الآية هذه، وقوله يقبض الجبار السماوات بيمينه والأرض باليد الأخرى، أين أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتكبرون، أين الملوك، وهكذا فيما معناه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك وهو على المنبر، كذلك حديث الدجال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس بأعور وإن ربكم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه أغلق إحدى عينيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكررت منه حادثة الإشارة إلى بعض الصفات لأجل توكيد الصفة لا لأجل التشبيه. كذلك الحبر لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يضع السماوات على ذه، أشار إلى إصبعه، وعلى ذه التراب على إصبع، على ذه أشار إلى إصبعه، هذا تحقيق الصفة، ليس أنه تشبيه إصبع الحبر وإصبع الآدمين بإصابع الرحمن عز وجل، والحديث في الصحيحين. فهذه القضية أحاديثها صحيحة وأحاديث متواترة وعديدة في الباب، ليست هي قضية اجتهاد في تصحيح حديث أو في مسألة عقدية. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس أن هذه القضية وهي قضية ليست حديثية محضة، بل هي حديثية وعقدية. الدكتور البخاري لم يتراجع ويتب من الناحية العقدية، فقوله إن هذا تشبيه قول هو قول المعتزلة والجهمية، فيجب عليه أن يتوب ويقول هذا خطأ مني. والصواب أن هذا ليس من باب التشبيه، هو نعم قرر في الصوتية أن هذا من تأكيد الصفة، لكن أين التوبة؟ أين التوبة من الذنب؟ أين التراجع الصريح عن الغلط؟ أين الإقرار بالذنب الذي يجب على السلفي أن يكون شجاعا في تراجعه وبيانه لخطئه الذي سبق؟ فهذا الأمر الخامس وهو الغلط العقدي الذي وقع فيه الدكتور عبد الله البخاري. الحمد لله أنه صرح في الصوتية أنه يعني لتأكيد الصفة وليس من باب التشبيه، إذن ينقصك أن تتوب إلى الله مما قد قلته. فهذه نصيحة للدكتور عبد الله البخاري أن لا يتعجل في رد الأحاديث الصحيحة، وأنه إن حصل منه ذلك عليه أن يتراجع تراجعا صريحا ولا يجلس يبرر الخطأ الذي وقع فيه، ثم لا يأتي يقعد قواعد جديدة، لأن هذه التقعيدات تقعيدات فاسدة. لما يقول إن الاجتهاد في الحديث وكنت اجتهدت، لا يجتهد إلا في مواضع الاجتهاد، حديث يصحح من أجل راو اختلف فيه، مثل ابن لهيعة المحققون يرون أنه إذا روى عنه العباد لما في حكمهم روايته صحيحة، أو القدماء إذا صرح بالتحديث، أو في أحوال خاصة، فمثل ما سبق ذكره يجتهد عالم يرى أنه ضعيف مطلقا وإنما يعتبر به، هذا محل اجتهاد في الرواة مثلا. كذلك إذا كان سبب التحسين أو التصحيح هو بسبب تعدد الطرق، هل هذه كافية أو غير كافية؟ لكن حديث جاب أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح لذاته، ما نحتاج إلى طرق، حديث صحيح لذاته وليس موضع اجتهاد، ورجاله ثقات معروفون وإسناده متصل صحيح، والعلماء تكلموا فيه من الناحية العقدية وبيّنوا صحته، فما في مجال لأجل أن يقول اجتهدت وقل أخطأت، تب إلى الله وانتهينا. أما تأتي بشبه جديدة حتى نرد عليك وتدخل الشباب في معمعة، هذا غلط. أسأل الله عز وجل لك الصلاح والهداية والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه بارك الله فيكم،
الحديث قصة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وذكر حديث وأن الشيخ الألباني ذكر له أربع طرق لا علاقة له نهائيا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخطأ الدكتور عبد الله البخاري في إنكاره وإبطاله، لا علاقة له به. ذاك أو تلك قصة أخرى ذكرت، لا أدري يعني هل ذكرها للتمويه أم ذكرها فقط لقضية الاجتهاد وتغير الاجتهاد. الذي يظهر لي أنها لتغير الاجتهاد، لكن الذين نسجوا الصوتية أرادوا التمويه، ممكن قد يكون هناك حذف لبعض الكلمات الله أعلم. لكن عموما الذي له أربع طرق لا علاقة له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا علاقة له بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مداره على أبي يونس سليم بن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا عن حرملة وتوبع، لكن هنا مداره على سليم بن جابر، هذا هو مدار الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا في أربع طرق ولا ثلاث طرق ولا خمس طرق ولا شيء، الحديث صحيح لذاته. قصة الشيخ بن باز لا علاقة لها بالحديث، فكون البخاري عبد الله البخاري كان يضعفه فهذا خطأ منه بدون وجه، هكذا خطأ منه، لا أدري ما سببه، عليه أن يبين توبته الصريحة وأن يبين لماذا كان ضعفه، ما هو الخلل الذي عنده سبب له ضعف هذا الحديث. أما قصة أربع طرق والشيخ ابن باز والشيخ الألباني لا علاقة له به، الشيخ الألباني صحح الحديث في تعليق على ابن حبان، صحح الحديث في سنن أبي داود التعليقات المختصرة، ليس صحيح أبي داود الكبير، صحح الحديث الشيخ الألباني ولا تكلم عليه بأي شيء أنه لطرق أو نحو ذلك.